سنة لعدن. يحتفل حمدي الكثيري مع أصدقائه في شارع المعلى الرئيسي، الشارع ذاته الذي أصيب به هذا المقاوم منذ عامين قبل تحرير شوارع هذه المدينة من عبث الإنقلابيين. المنطقة هذه نفسها حتى ما سقط قريح، زي ما تشوفوا هذه العمار حتى ما كانت مركزه الحوتة والعفاشين، نحن في الجنة هذه، وهذا الذكرى يعني على قلوبنا. نحن أجينا نفطر ونشارك الناس فرحتهم، وأنا لازلت قريح وعاني، والحمد لله على كل شيء. مع انتهاء رمضان تشهد عدن احتفالات شعبية بذكرى تحريرها، وكتقليد سنوي يقيم المواطنون إفطارا جماعيا، فالشوارع التي كانت توزع الموت صارت تدعو للحياة. فعاليات أخرى أقيمت بالتزامن تكريمية، ويدلي فيها المشاركون بشهادتهم التاريخية ولتقييم مرحلة ما بعد الحرب في المناطق المحررة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.